النذر هو عمل من الأعمال التي يريد الإنسان أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العمل لا يلزمه كأصل من أصول الشرع، يعني الشرع لم يلزمه بها، ولكن هو من ألزم نفسه بها. فلذلك العلماء جعلوا النذر في المكروهات، جعلوا النذر في المكروهات، لأنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه. فجعل الأمر على المباح، إن نذرت أن تفعل شيئا عمل من الأعمال فلك ذلك، ولكن لا بد أن توفي به، ولكن إن نذرت أن تفعل معصية من المعاصي. يتعجب الإنسان، هل يوجد من ينذر أن يفعل معصية؟ نعم، يوجد من ينذر على نفسه أن يفعل معصية أو يفعل فعلا شركيا معينا، كمعصية من المعاصي، كأن يشرب خمرا، قال لو حصل كذا لفعلت لشربت كذا من الخمر، أو لفعلت كذا من الفواحش، أو كذا من المعاصي، أو مثلا أن يقع في نذر شرك، يقول مثلا لو حصل لي من نجاح معين أو شفي لي ولد معين لأخذت مبلغ من المال إلى الضريح الفلاني مثلا، يعني يتقرب به شركيات، أو مثلا ذبحت كذا في مكان كذا، وهذا من الشركيات، يعني هذا من النذر المحرم والنذر الغير الجائز. يبقى النذر الجائز ونذر الطاعة، كأن يقول الإنسان إن حصل كذا فعلت كذا في باب الطاعات، الأعمال الجائزة والمباحات، هذا فيه تفصيل. فالنذر قد يكون مطلقا مثلا بلا يحدده بسبب معين، لكن حتى السبب، أو قاعد حتى يقول والله العظيم لأصومن شهرا، أو مثلا أو لأصومن، أو مثلا أتصدقن بألف كذا، أو مثلا لأسبحن ألف تسبيحة، أو كذا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف صلاة مثلا، هذا نذر مطلق لا سبب له. وأيضا هذا فيه لابد أن يوفي به هذا الإنسان. قبل ما ندخل في التفاصيل، النذر مما يجب أن نوفي به، قلنا وهو مكروه، يعني لا تدفع نفسك إلى الوقوع فيه وأنت لا تحتاجه،